السلام عليكم، ارجيكم اليوم فيديو جديد. اليوم راح نتكلم عن احسن 5 العاب لازم تجربها. ما اطول عليكم، يلا بينا. في المركز الخامس راح نتكلم عن لعبه كابهيد. لعبه 2D برسم لطيف خفيف مثل الكرتون، قصتها اسطوريه وهناك ان فيها كثير غموض. ومن ناحيه التحكم فهو سلس جدا، ذكرت بايام ماتل سلاج وكينج اوف دومز. اللعبه تشغل الكمبيوتر الميته، اللعبه تستحق التجربه على الراي الشخصي. في المركز الرابع حنتكلم عن لعبه اساسنز كريد بلاك فلاي. لعبه جباره بجرافيك ورسم اسطوري وقصه ممتازه ومهام صعبه وممتعه، واهم شيء نظام القتل في اللعبه اللي راح يخليك تحس بجو اللعبه. في المركز الثالث لعبه جيري مود. لعبه اسطوريه تقبل كل انواع المودات، اضافه الى انها لعبه اونلاين وليست متطلبه ابدا على كارت الشاشه. اللعبه من تطوير استوديو فالي، والاستوديو ذا معروف بالعاب كثير مثل كانتر سترايك وهالف لايف، وانصحكم بهذه اللعبه انها جدا مشهوره في الوقت. في المركز الثاني لعبة أندرتيل. الرأي الشخصي ذي لعبة تستحق التجربة. عيبها الوحيد بالنسبة للناس هو الجرافيك خاصتها، لكني أجده جدا مناسب. هي لعبة 2D متعددة النهايات ولها أسرار وتفاصيل مهمة جدا لفهم ماضي اللعبة. في المركز الأول ماينكرافت. ها والمعروف لا يعرف، راح أشرح لكم شرح مبسط لها. ماينكرافت هي لعبة عالم ضخم، إضافة إنها لا تحدك على ما يجب أن تفعل. من الأفضل أن نتكلم عن المجتمع لأنه أكبر من أتحدث عنه بمقطع واحد. وأنا أرى أنها لعبة تستحق المركز الأول كأكثر لعبة مبيعا محطمة باقي الألعاب. وأنا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى أنه يعجبكم. وصلوا في المقطع 15 لايك عشان أكمل. ويلا بيس.